حظي الحلو ان انا مع الابطال دايما، يعني ربنا بيكرمني دايما بالابطال، وربنا بيكرمني دايما بالبطولات والكؤوس. ربنا بيكرمنا احنا كبلد بابطال كتير جدا في كل الالعاب، بس تحديدا كره اليد الابطال فيها ما بيخلصوش، باجيال مختلفه طول الوقت، ناشئين وشباب ومنتخب اول طول الوقت، وجيل بيسلم جيل، والاجيال اللي بعدهم بياخدوا بطولات وانجازات، وحاجه رائعه. يشرفني وينورني في هذه الفقره يكون معايا ابطال افريقيا لكره اليد منتخب الشباب اللي عملوا انجاز عظيم جدا وحاول بطوله مؤخرا. يشرفني وينورني كابتن عمرو خليفه مدرب منتخب اليد. كابتن عمرو مشرف ومنور، ربنا يخليك يا كريم. الشرف ليا والله، مبسوط ان انا معاك يعني. أنا شكرا للاستضافه. مليون مبروك، انجاز ربنا عظيم. ربنا يخليك يا كريم، ميرسي جدا. وايضا كابتن مهاب سعيد كابتن منتخب مصر لكره اليد الشباب. كابتن مهاب مشرف ومنور، ربنا يخليك. اخبارك ايه؟ لان اكون معاك ده شرف كبير. ربنا يخليك. ايضا كابتن عمر الفولي لاعب منتخبنا لكره اليد. كابتن عمر مشرف ومنور، بنور حضرتك. الف مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك وشكرا على المقدمه الحلوه دي. ده اقل من حقكم كلكم. ايه يعني انا اللي انا بقعد اساله لنفسي هو يا جماعه، طب ما هو في جيل خلص يعني. دايما في كره القدم بتاعتنا احنا دي اللي على جنب اللي كلنا بنشجعها، يقول لك يا اصل الجيل ده كان جيل استثنائي فعمل انجازات، لكن كره اليد ما شاء الله ما شاء الله ربنا يديمها نعمه، انجاز ورا انجاز ورا انجاز ورا انجاز ورا انجاز. الانجاز المره دي حلو، منتخب جدا انجاز حلو جدا. احكي لي بقى، احكي لي ازاي وصلنا للانجاز العظيم. انا بس هقول في بريف صغير كده، احنا سر نجاح الهاندبول ان احنا على طول بنشتغل في تيم ورك كل المنظومه. ايوه. فنبدا من البدايه خالص. من البدايه خالص احنا عندنا بنيه تحتيه شارك فيها كل مؤسسات الدوله بقياده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. احنا عندنا زمان لما كنا بنطلع بطولات كنا بنطلع في انبهار بالصالات اللي بره والشغل بتاع الهاندبول والحاجات دي. احنا الحاجات دي بقت عندنا هنا دلوقتي. احنا كل شويه الاتحاد موفر لنا كل حاجه برئاسه الدكتور محمد الامين وكابتن عاصم السعداني وكابتن ايمن صلاح المشرف على المنتخبات القوميه. مفيش حاجه بنطلبها او بنحطها في البريبريشنز بتاعتنا ما بتتحققش. احنا كل حاجه بنطلبها بتتحقق لنا. احنا مسكنا المنتخب ده في من سنه بالظبط، سنه وشهر. تم اختياري واختيار كابتن صابر حسين طبعا. وتم تجميع جهاز على اعلى مستوى وابتدينا المهمه بتاعتنا. استلمنا منتخب 2002. كان في شويه يعني مشاكل كده حطينا سبوت عليها، ابتدينا نشتغل. احنا كنا في نقطه بعيده يعني. قبل سنه منتخب الشباب ما كانش في النقطه اللي احنا فيها دي، كان في نقطه بعيده. فقعدنا مع كابتن ايمن صلاح واتناقشنا وحطينا وجهه نظرنا الكامله لتطوير المنتخب، وهو بصراحه يعني كان سبورت لاعلى مستوى في كل حاجه في جميع الاصعده الصراحه. ابتدينا نشتغل. طلبنا معسكر خارجي، تم الموافقه على طول عليه. كان في دوله المجر. لعبنا مع منتخب المجر خامس اوروبا، لان احنا ابتدينا نشتغل اربع شهور عايزين نعرف احنا وصلنا فين بعد الاربع شهور. يعني هل احنا برضو ماشيين في لين مظبوط ولا محتاجين نعدل حاجه نطور في حاجه. فالحمد لله احنا كنا واثقين في الشغل اللي احنا عملناه انا وكابتن صابر حسين، ومعانا كابتن وليد مدرب حراس المرمى، كابتن وليد عبد المقصود طبعا لاعب نادي الزمالك سابقا، وحاجه جميله يعني. انا لسه هتكلم على الجهاز برضو عشان اقول لك يعني احنا ايه اللي عملناه يعني الجهاز حلو بتاعنا. حلو. قصدي قصه نجاح، وانا بحب دايما اسمع قصه النجاح باستماع جيد. بالظبط. اتفضل. فالمهم طلعنا المجر عايزين نطبق الشغل بتاعنا. الحمد لله الحمد لله يعني. احنا لعبنا ماتشين، الماتش الاولاني اتعادلناه، الماتش الثاني كنا ماشيين احنا ليد طول الماتش، بس جه في الاخر برضو انت لما بتبقى في دوله اوروبيه ساعات الحكام ما بيحبوش يخلوك ايه تبقى ليد على احنا كسبانين لغايه اخر خمس دقائق، فجاه لقينا بقى طبعا قرارات تحكيميه مش فاهمين. هي دي مش القصه، احنا برضو بيبقى اللي مطلوب احتكاك دولي عشان نعرف احنا برضو ايه فين. فالحمد لله احنا كنا في اربع شهور وصلنا لنقطه كبيره جدا، ان انا ابقى مع خمس اوروبا اوصل لتعادل في ماتشين ورا بعض، فده كان ايه بروجريس ملحوظ. حلو.
لان كمان انا يعني هتكلم برضو على الهيستوري بتاع الولاد، هم كان اخر بطوله البحر المتوسط خسرين من البحرين. فانت متخيل احنا كنا في نقطه عامله ازاي بعيد بعيده. المهم بعد الماتشين المجر هنسكت؟ لا كتب كابتن ايمن عايزين معسكر كمان. فكابتن ايمن حاضر تمام. الراجل بصراحه سبورت لينا كابتن ايمن، اتعمل لنا رحنا بطوله، اشتركنا في بطوله تيبي في فرنسا، دي بطوله مصنفه يعني وبيروحها اقوى منتخبات في اوروبا، كنا احنا وفرنسا والدنمارك ونرويج. اتعمل كانت في رمضان والولاد كانوا صايمين. خدنا الريسك ده. الريسك صعب بس خدنا الريسك ده. لعبنا اول ماتش مع الدنمارك، الدنمارك سادس اوروبا. طب تمام هنعمل ايه؟ حطينا انا وكابتن صابر حسين الاستراتيجي وبتاع وهنشتغل وكده، وعملنا بريبريشنز هايل واناليسيز هايل. معانا المحلل الفني باشمهندس محمد امام بتاع المنتخب الاول، كابتن ايمن موفره للمنتخب الشباب يعني اللي بيحل المحلل الفني لاقوى منتخبات في المستوى الاول هو اللي شغال معانا في منتخب الشباب. ودي خلي بالك نقطه ادفانتج لينا كريم طبعًا. كبيره جدا طبعًا. جدا جدا طبعًا. لان بيحط عينيه على سبوتات احنا برضو ممكن ما تبقاش جاتلي يعني او انا ما تجيش في بالي يعني. المهم فحللنا ماتشات الدنمارك كلها اللي لعبوها في بطوله اوروبا اللي كانت في شهر 7، كانت قبل البطوله دي ب 8 9 شهور، حللنا الماتشات كلها وقفنا على نقطه ضعف الهجوميه والدفاعيه واشتغلنا والحمد لله اول ماتش كسبناه مع الدنمارك. جينا تاني ماتش هنلعب فرنسا على ارضها والبطوله هي اللي منظماها، طول الماتش يا كريم احنا ليد، برضو جينا في الاخر لا انتوا هتبقوا ليد ازاي؟ لا يبقى لازم انا اسف المقاطعه بس دي صور التكريم النهارده دكتور اشرف صبحي. بالظبط كانت النهارده مظبوط. انا عايز اتكلم على دكتور اشرف. دكتور اشرف واحنا في البطوله ما سبناش يعني انا فوجئنا، انا لسه صاحي انا والولاد رايحين نفطر، كابتن ايمن صلاح تعالوا ده سياده الوزير هيكلمكم، قعدنا الصراحه ادانا رساله تحفيزيه دعم ومسانده كبيره جدا دايما جدا دايما. جدا جدا. طيب مهاب انت راجل اصلا دلوقتي تلعب مع منتخب الشباب وما شاء الله على الخبرات، يا يعني منتخب ناشئين بتاخد كاس عالم، منتخب شباب اهو دلوقتي كاس الامم الافريقيه، بتلعب مع منتخب اول، كابتن المنتخب، قول لي بقى دورك مع المنتخب ده مش بس اكيد دور فني، دور قائد ده بيبقى مختلف تماما عن دور مجرد لاعب كويس. طبعا هو يعني انا من وانا عندي 15 سنه لعبت مع منتخب الاكبر مني، خدت معاهم بطوله افريقيا وبعد كده خدت معاهم كاس عالم، فكنت طول ما انا معاهم بحاول بس اوصل لهم ان احنا مش بعاد واحنا احسن. طبعا مع الجهاز الفني دوت اشتغلنا ب يعني تطوير اكتر وثبات، يعني احنا مسكنا كذا جهاز، يعني تقريبا اكتر فريق في على المنتخبات اتغير عليهم اجهزه بس الجهاز ده جه وثبت واشتغل بالتطوير معانا، فاحنا كنا محتاجين ده، محتاجين الاستقرار. فبعد ما كنا في نقطه مثلا 1 من 10 بقينا دلوقتي احنا لسه ما وصلناش للتوب عشان لسه كاس العالم، فاحنا دلوقتي مثلا انا بقى يعني ممكن نبقى 8 من 10 هايل. لسه قدامنا بتاع 8 شهور على ما اعتقد على كاس العالم. جاهز معسكرات جاهز. لا اوريدي جاهز جاهزين. انتوا كده كاس عالم 23 مظبوط؟ ان شاء الله. كاس عالم 20/6/23 هايل. بس فكنت يعني البطوله لعبنا كذا بطوله وديه بس بطوله افريقيا مع جيلي ديت كانت بالنسبه لي حاجه مختلفه، لان دي اول بطوله يعتبر رسميه صح اللي هي زي كاس عالم وافريقيا دوت اقوى بطولتين يعني مظبوط. فبس كنت ببقى معاهم اللي هو مش عايزين نضغط نفسنا وفي نفس الوقت احنا البطوله دي مهمه لينا احنا عشان نتائجنا زمان والكلام علينا، فكنا عايزين بس نثبت للكل ان احنا مش كده او احنا في حته تانية احسن يعني صحيح. بس طيب عمر انا وانا ببص على النتائج كده كنت مجهز لك سؤال انه ايه اصعب مباراه واجهتها، ايه المطبات اللي انت واجهتها في البطوله دي؟ بس انا بس عشان ايه اقول للناس احنا كنا ماشيين فين البطوله دي. احنا كنا في المجموعه الثانيه معانا الجزائر والكونغو وليبيا تمام. كسبنا ليبيا 40-23 تمام. كسبنا الكونغو نفس النتيجه 40-23 كسبنا الجزائر 39-27 في نص النهائي كسبنا انغولا 33-24 كسبنا الجزائر في النهائي 35-15 علما ان احنا كان الفرق في الدور الاول 12 هدف، احنا هنا
تقريبا 20 هدف في المباراه النهائيه مش مباراه في دور اول، فتقريبا على مستوى النتائج المباريات كلها كانت سهله بالنسبه لك او انتوا خليتوها سهله، ايه اللي حصل؟ والله يعني صح يعني انا بدور على كلامك مظبوط كده. لا انت حاطط سبوت على حاجات بعد ما يخلص عمر هقول لك عليها. والله يا استاذ كريم احنا استعدينا كويس جدا لبطوله افريقيا، الاتحاد مع الجهاز الفني وفر لنا كل حاجه اللي احنا نوصل زي ما حضرتك بتقول دلوقتي، ما فيش فرقه في افريقيا توقف قدامنا او فرقه تعافر معنا. استعدينا ازاي؟ استعدينا معسكرات داخليه ومعسكرات خارجيه، زي ما الكابتن عمرو رحنا المجر، رحنا البرتغال، رحنا فرنسا، فاحنا استعدينا كويس جدا والحمد لله. الشغل اللي احنا اشتغلناه والاستقرار، نقطه الاستقرار اللي على مهاب دي كانت مهمه جدا، المنتخب بتاعنا كان محتاجها. وصلتنا الحمد لله ان مفيش يعتبر فرقه في افريقيا يعني مشيت معنا مثلا جونين وجون حتى. فالحمد لله، وده اصلا المفروض الطبيعي بتاع مصر، يعني الطبيعي بتاع مصر في بطولات افريقيا اللي هو يعني دايما مصر الاول دايما. بس الحمد لله احنا قدرنا على قد ما نقدر ان احنا نبقى اول بعيد عن الناس دي كلها، مفيش حد يعرف يلحقنا في الماتش اصلا. ده فكره كمان لسه خلصانه احنا اصلا كمان السكورات دي كلها كابتن عمرو ما كانش راضي بيها. لا ده بجد بقى، ده بجد ده بجد بقى، شكله صعب برضه. يعني انا مثلا لو طلع بالنتيجه ديت وانا خارج بتزعلي ولا بس بتلومني ولا بتقول انت غلطان؟ بعد كل ماتش يا كريم كان بيبقى فيه بانش في حاجات كده بجد والله. ليه بقى؟ لا في التدريب يعني بيبقى فيه تحميل كده في التدريب بانش ليهم في حاجه. يعني انت بتعاقبهم بالتدريب؟ ماشي. بسيط مش بره بسيط بسيطه يعني لو على التدريب. لا انا هقول لك برضو النقطه دي انا عايز اتكلم فيها. احنا برضو الحمد لله يعني انا وكابتن صابر حسين بنشتغل باستراتيجي مش بنشتغل كده. يعني احنا مثلا في شغل رايحين محضرينه للمباراه النهائيه ايا كان اللي موجود. الشغل ده ما ظهرش خالص طول البطوله. يعني انت مجهز من قبل البطوله؟ انا لما هوصل للنهائي من سنه يا كريم، انا مجهز من سنه شغل للماتش النهائي من سنه. كمان عارف انك هتوصل النهائي ان شاء الله باذن الله. يعني فاهم انا واثق في الولاد ان احنا هنوصل. فانت مجهز الاستراتيجيه بتاعتها من سنه. من سنه في تاكتكس شغالين عليها لمده سنه، والتاكتكس دي مش تطلع غير في الماتش النهائي بس. وده اللي حصل. انا جيت في الماتش النهائي، ما الجزائر لعبتني قبل الماتش النهائي في المجموعه، فرق 12 في الدور الاول. في الدور الاول اللي يتفرج على الماتش ده ويتفرج على الماتش النهائي هيعرف ان في 100% من الشغل الهجومي والدفاعي مختلف تماما عن الشغل بتاع المجموعه. هو اصطدم المدرب، اتشل، ما فيش، قعد 25 دقيقه جاب خمس تجوان. مش ده اللي بيحصل. ليه؟ المدرب فضلنا متحجمين طول اصلا طول البطوله، فضلنا متحجمين بالتكتيك. يعني كنا مدينا تو تكتيك او ثري تكتيك كده بس نشتغل بيهم طول البطوله. لحد يعني معناها مثلا بتاع 10 تكتيك. جينا ماتش الفاينل بقى طلعنا ال 10 طلعنا بقى مش كابتن زوال. انت عايز تطلعنا يعني، انت عايز تبقى هم انطلقوا بقى. بس دي نقطه مهمه جدا تدريبيا. يعني انا معلش انا برضو فكري الحمد لله، يعني الحمد لله ان الشعب المصري كله دلوقتي بقى يحب كره اليد، لدرجه ان انا كتبت في مره ان كره اليد قربت تبقى الشعبيه الاولى في مصر. يعني من اتمنى والله كره الناس تحب كره اليد عشان نجاحات كره اليد. بس الفكره انه فكره انك تعمل استراتيجي وانك تفاجئ الخصم وانك تحسسه ان انت منافس تاني اصلا، يعني مش هو ده المنافس اللي لعبناه. ده واضح انه شغل وتعب واجتهاد. يعني عشان بس ما يبقاش الموضوع يتصوروا الناس ان انت بتمسك ورقه وقلم وهتقول الماتش اول والثاني. ده تدريبات. لا لا خالص. هو بيقول لك 10 تاكتكس، يعني انت بتقعد تحفظ اللاعبين قد ايه بالظبط بالظبط. لا بناخد فترات. انت عشان هو يتقن التحركات دي يا كريم بنقعد فترات طويله. انا عايز اقول لك ان احنا مثلا بقى لنا سنه في حاجات من التاكتكس لسه انا وكابتن صابر مش راضيين عنها، يعني محتاجين نشتغل عنها اكتر. في انت خلي بالك كل ماتش بيفرق عن الثاني، كل ماتش فيه يعني البريبريشنز بتاعته في الاناليسز بتفرق جدا. يعني في نقط القوه في الهجوم ونقط الضعف في الهجوم في الخصم، ونقط القوه في الدفاع ونقط الضعف في الدفاع. صحيح. انت كل ماتش بتشتغل على الحاجات دي وعلى حسب. انت ممكن تريكات صغيره تعملها في الماتش تخليك ليد طول الماتش، حاجات كده انت تقفلها، وده اللي احنا كنا اشتغلنا عليه. هايل. طيب مهاب، في حاجات بنقولها في الكوره برده دايما بحط المقارنه دي عشان الناس دايما دماغها بتتعلق في الكوره. يقول لك والله اصل مهاب بيلعب في النادي الاهلي، فالنادي الاهلي المدرب اللي بيشتغل معاه بيشتغل معاه بتكتيك معين، لما بيروح المنتخب فالتكتيك بيبقى مختلف فبيتلخبط فما بيعرفش يشتغل. ده بنقوله في الكوره، في كره القدم. انتوا ما اعرفش مين فيكم بيحب الكوره يعني او بيتابع كره قدم.
هل ده بقى بيحصل في الهاندبول؟ بيحصل معاك انت؟ بيحصل مع فريقك ومع المنتخب؟ في الاول اول ما الجهاز ده جه مسكنا كانوا بيشددوا، كان بيبقى الموضوع ده بيشددوا وبينبهوا عليه جامد جدا، وقعدوا فتره معانا كتير عشان نتعود على الموضوع ده. اللي في النادي حاجه واللي في المنتخب حاجه، يعني لازم تفصل ما بين الاثنين. المدرب في النادي بيقول لك حاجه والمدرب في المنتخب بيقول لك حاجه. انت هنا تلتزم وهنا تلتزم، هنا تلتزم بس تبقى عندك المرونه السيستم دوت، وهنا تلتزم. فهم وصلونا لدرجه زي ما حضرتك بتقول المرونه، ان احنا عرفنا التكتيك والحاجات اللي احنا مطلوبه مننا في المنتخب نعملها، والتكتيك والحاجات المطلوبه مننا في النادي نعرف نعملها. هايل جدا. طيب عمر، من الحاجات المهمه جدا بقعد افكر فيها دايما، انه لاعب كره اليد بيبقى يعني اول ما بتبدا كره يد بتبقى ضامن نجاح. عارف في لاعب كده اللي هو ايه يقول لك يروح يلعبها عشان دي ناجحه على طول. انت وانت بادئ كره يد وانت بتشتغل كره يد، انت بتتكلم في المرحله العمريه اللي قبل المنتخب الاول، فانت بتبقى حاسس انه النجاح مضمون في كره اليد، ولا النجاح ده محتاج هو شغل وتعب؟ كره اليد عكس كره القدم شويه، كره اليد بتبقى محتاجه مجهود، محتاجه مجهود وممارسه طويله علشان البني ادم يوصل للنجاح. كره القدم تعتمد شويه على موهبه، موهبه مع المجهود، مجهود طبعا. احنا يعتبر كلنا بنبتدي من سن صغير جدا، من سن 4 أو 5 سنين، ومع المجهود والتعب والكلام ده طبعا بنوصل بعدها للنجاح. واحنا يعني بطوله افريقيا دي مش اخر المطاف، اكيد دي خطوه مهمه جدا في البلان اللي احنا حاطينها لكاس العالم ان شاء الله. كاس العالم للشباب ان شاء الله. احنا اخر بطوله خدنا برونزيه على ما اتذكر، صح؟ لا لا ده الشباب، الشباب ثالث، والناشئين كنا العالم، بطوله العالم الحمد لله. طيب انا كابتن، اتفضل انا اسف. لا انا كنت بقول لحضرتك اللي احنا اصلا من سنه لما ابتدينا البلان بتاعتنا الكبيره اصلا هو يا كاس العالم، مش بطوله افريقيا طبعا. بطوله افريقيا حاجه مهمه جدا وخطوه مهمه جدا في البلان بتاعتنا. ممتاز. لكن احنا هنكمل على كل دوت علشان كاس العالم ان شاء الله. احنا مش هنقف عن النقطه دي خالص. ممتاز كابتن عمرو. انا معايا دقيقه ونص. الدقيقه ونص دول بقى عايز فيهم حاجه مهمه جدا انا ما عملتهاش في اول حلقه، فعايزك انت تعملها. اتفضل. قائمه الشرف، القائمه اللي فازت بكاس الامم الافريقيه، دول اسمائهم الناس كلها لازم تعرفهم، جهاز فني ولاعبين. تمام. هبدأ الأول بكابتن أيمن صلاح المشرف العام على المنتخبات القومية. مجهود جبار وسبورت طول الوقت. كابتن صابر حسين المدير الفني أخويا الكبير وسبورت ليا جدا، ومديني مساحة كبيرة يعني أنا مقدرها جدا. يعني أنا يعني المدرب العام كابتن وليد عبد المقصود مدرب الحراس وأسطورة حراسة المرمى في مصر، كابتن محمد درينكي المدير الاداري الدينامو بتاعنا موفر كل حاجه وحاجه جميله يعني، ودكتور ماجد مدحت كلهم ناس عظيمه فاكره المنتخب طبعا. بعد كده باشمهندس محمد امام المحلل الفني. دول قائمه الشرف. واللاعبين، اللاعبين هناخدها من مراكز كده. اسلام راضي، ادم البشري، وينجات ليفت، باكات ليفت هشام صلاح، مروان بوشه، محمد سمير بوشة طبعاً. بوشة برضو كان مع مهاب في كاس العالم طبعا. سنتر باك فولي وسامح واحمد سامح وعمر ناصر، الباك رايت مهاب، الوينج رايت محمد غريب واوكا، محمد عماد اوكا، السنتر فيرود محمد طارق، عمر شريف، جده حراسه المرمى جده، هو جده محمود عبد العزيز. انا بيحصل لي ده لما بقول لزمايلي القاب بنسى اسمهم بعد كده، بنسى اسمه والله. هو جده بس. حراسه المرمى يوسف حاتم، يوسف وليد، يوسف نجم، ثلاثه يوسف عندنا. كابتن عمرو مليون مبروك، دايما مشرفنا ودايما رافعين راسنا للسماء. انا بشكرك شكرا جدا على الاستضافه وشرف لينا اللي احنا معاك يعني. اشكرك يا فندم مهاب، شرفت ونورت ودايما مفرحنا ودايما مع كل المنتخبات حاجه عظيمه. شكرا على الاستضافه الجميله دي. شكرا جزيلا كمان عمر، انت شرفت ونورت وحاجه تفرح يعني. ربنا يخلي حضرتك، دايما يوفقك في حياتك اللي جايه. ربنا يخلي حضرتك. اشكرك شكرا جزيلا. مليون مبروك منتخب مصر كره اليد شباب، بطل كاس الامم الافريقيه كعاده كل منتخبات اليد. احنا بنستضيف منتخبات اليد كلها بالمراحل العمريه المختلفه، واحنا شايفين بطولات زي دي، واحنا شايفين كاس زي ده، واحنا شايفين انجاز زي ده. دايما نموذج مشرف للرياضه المصريه. انا بتكلم على منظومه كره اليد المصريه ومنتخب مصر للشباب لكرة اليد. أشكركم شكرا جزيلا، أشوفكم يا رب على خير.